لكل أبناء اليمن دون تمييز إن شاء الله تعالى. وقبل أن أختم أوجه التحية والإجلال والإكبار ونقول لشهدائنا ونقول لهم أننا لن ننسى دماءكم. شهدائنا الأبطال الذين سقطوا في ميادين الحرية والكرامة برصاص المجرمين القتلة في مختلف المحافظات وهم يمارسون حقهم في التظاهرات السلمية، يحملون بأيديهم الزهور وأغصان الزيتون، فكانوا هم الطلائع العظيمة الذين رووا بدمائهم الزكية شجرة الحرية، وقدموا أرواحهم من أجل خير وطنهم وأمتهم، فلهم منا التحية والعرفان، سائلين المولى القدير أن يرفعهم في الجنات العليا وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين طالتهم يد الغدر والخيانة دون ذنب، إلا أنهم أرادوا أن يعيشوا بكرامة وحرية مثل شعوب العالم. ولكافة أسر الشهداء والجرحى منا السلام والتقدير والاحترام على صبرهم وتضحياتهم. وإنني باسمكم أبارك لمن هم غير حاضرين معهم بالتهنئة بعيد وحدتنا المبارك وعيد نصرنا إن شاء الله. وباسمكم جميعا، وأرجو عذركم إذا قلت باسمكم جميعا، نحيي ونقدر الأخ اللواء علي محسن وكافة أفراد والضباط وصف ضباط قوات الفرقة الأولى مدرع ومن يتبعها ومن أنضم إليها من أبناء القوات المسلحة والأمن. وإنني من هنا باسمكم أيضا إذ أناشد من تبقى من أفراد القوات المسلحة والأمن أن لا يتأخروا عن اللحاق بأخوتهم وأبنائهم وآبائهم وأعمومهم في ساحات التغيير، فهم ليسوا من أفريقيا ولا من أوروبا ولا من أي دولة، هم من اليمن وهم أخوتنا وأبنائنا. ندعوهم باسمكم وباسم الشهداء والجرحى أن لا يتأخروا عن اللحاق بمركب أو بركب الثورة، وأمل من الله أن يسمعنا نصر هذه الثورة في أقرب فرصة. والسلام عليكم ورحمة الله.